ذكرى تتويج الأهلي المصري بلقب نادي القرن العشرين في القارة السمراء، نظير إنجازاته المحلية وكذلك القارية منذ تأسيسه في سنة 1907، أريد أن أتوجه بهذه التهنئة بالدرجة الأولى لجماهير النادي الأهلي الوفية، جماهير النادي الأهلي العريق، لمسيريه ولاعبيه سواء كانوا القدامى أم الحاليين، لأن الكل ترك بصمته. وأريد أن أوجه التحية لكل من ساهم في إنجازات النادي الأهلي وترك بصمته على الفريق سابقا وحاليا، أو بالأحرى منذ تأسيسه في سنة 1907. ألف مبروك مرة أخرى، العاقبة للأجيال الحالية والقادمة لكي تترك بصمتها وتحقق مزيد من الألقاب، وتسمح للنادي الأهلي بالتتويج مرة ثانية بلقب نادي القرن 21 الذي بدأ منذ 20 سنة. كل سوق السنة وانتم طيبين، عيدكم مبارك، وعيد الأهلي كذلك سعيد، وبالتوفيق للكرة المصرية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق المستديرة أينما كنتم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. بمناسبة حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن وهذه الذكرى التي تمر لعشرين عام، داخلين على السنة العشرين بعد حصوله على هذه الجائزة، وبمناسبتها وبمناسبة هذه الذكرى نهني كل عشاق هذا النادي العريق صاحب الصولات والجولات في القارة الأفريقية، النادي الأهلي المصري الذي ربما له قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي وتهابه كل الأندية الأفريقية، وله قيمته على المستوى القيمة الجماهيرية على مستوى العالم بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد النادي الأهلي بإنجازاته الذي حققها بأسماء كبيرة عبر تاريخه الحافل والكبير والجماهير التي تعشق هذا النادي، أعتقد ربما الجماهير الوحيدة اللي في العالم نراها تتابع أحوال النادي وحب وغيرة على هذا النادي. النادي الأهلي هو رمز من رموز الرياضة المصرية على صعيد أفريقيا والعالم، لأن عندما نقول النادي الأهلي أكيد تعني الكثير لكل مصر بالذات. فمرة ثانية أكرر تهنيتي بمناسبة هذه الذكرى الكبيرة، نادي القرن في القارة الأفريقية